واحد قاعد في نقابة المحامين المدة اللي موجودة على الكرسي اللي هو قاعد فيها، عملت ايه للمحامين السويس؟ وقفت في ايه؟ عملت كشف حساب بالنسبة ليك عشان تيجي تكمل تاني وتقعد على المركز اللي انت قاعد فيه؟ تعالى اديني كشف حساب بتاعك عشان نقدر نقول ان المحامين النهاردة في محامين شباب معرفوش ايه اللي موجود وايه المبادئ المحاماة اللي موجودة على الاطلاق. انا من جيل اللي اعتبر من جيل الوسط للمحامين، وقفنا مع الاستاذ عادل شفيق، وقفنا في كل معركة من الموجودة في المحاماة.